الكرام اهلا بحضراتكم لحلقه جديده من اوراق اقتصاديه ملف جديد نفتحه في هذه الحلقه حول الثروه المعدنيه والتعدين في مصر مع افاق جذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه لقطاع التعدين سنتحدث في هذه الحلقه عن اهميه فتح هذا الملف معي في هذه الحلقه الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفه البترول والتعدين عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصرية اهلا بحضرتك يا دكتور لما نتكلم في البدايه عن الثروه التعدينيه في مصر تقييمك ليها كميات الانواع وهل الثروه التعدينيه في مصر هي نقدر نقول عليها ثروه حقيقيه وجيده بص حكايه التعدين بينقسم شقين شق الاستخراج وشق التصنيع التصنيع علي. القيمه المضافه احنا يعني هنتكلم على الجزء الاستخراج والثروات الموجوده نتكلم على التعدين نتكلم على المحاجر ودي مواد محجريه ثمان مواد محجريه موجوده في معظمها فوق الارض نتكلم على الاملاح والملح الملح لما بنتكلم الناس تفتكر انه هو ملح الاكل الملح. آه. هو الملح الاكل ما يزيدش عن 2% الباقي بيخش في صناعات كيميائيه ودوائيه زي الفوسفات مثلا آه لا الفوسفات حاجه تانية الفوسفات بعدو. ماده من المواد المنجميه ملغية. احنا عندنا في مصر 34 ماده منجميه موجوده ومعروفه اماكنها فين بالتقريب احنا بلد قديمه بلد فيها بحث عن الذهب بقى في فيه خمسه الاف سنه فالتعدين هو امل مصر بدون مبالغه لان التعدين نفسه كتعدين بتصرف فلوس جامده جدا عشان تستخرجه بتشغل ايد ناس كتيره بتعمر حتت كتيره بتطلع المواد التعدينيه دي المواد دي مفروض انها بعد كده بتقام عليها عمليات صناعيه مختلفه يعني في بعض المواد زي الحجر الجيري بيخش في 3000 منتج نهائي، انت مش م. هتخش في ال 3000 منتج، بس هتخش في المنتجات الوسيطه او التحويليه اللي في النص. م. فالقيمه المضافه اللي جايه من الصناعات اللي قايمه على صناعات التعدين بـ بـ بترفع معدل التنميه في بلد زي مصر وخاصه العماله والبطاله. م. احنا آه طبعا عشان نقول الثروات دي موجوده الملف ده تاخر 40 سنه. وابتدى يتحرك من عشر سنين لكن في اخر اربع سنين اخذ زخم كبير جدا وزارة البترول لعب دور كبير ولكن التعدين ليست آآ آآ شغل وزارة واحدة ده شغل دولة كاملة مع دولة كاملة نعم. بتتعامل مع وزارة التخطيط المالية الصناعة قطاع الأعمال وزارة البيئة إنتاج الحربي الهيئة العربية التصنيع الهيئة التنمية الصناعية عشان تجهز هذه المعادن تبقى قابلة للاستخدام ومتأهلة ده برضه. عشان اقول الثروات اللي موجوده في مصر ما تقدرش تحكم الا بعد ما تحفر وتشتغل وتشتغل, وتشتغل وتطلع طيب هنا السؤال يعني احنا ممكن يكون عندنا مثلا حديد لكن مثلا دولة زي روسيا أو زي أوكرانيا نسبة الحديد فيها أعلى وخام الحديد داخل المكونات اللي بيطلعوها أعلى فبتدي قيمة مضافة لما يشتغلوا عليه يدي قيمة مضافة حقيقية لكن أنا ممكن أطلع الحديد أو خام الحديد عندي أنا بضرب مثل لكن أشتغل عليه تبقى قيمته المضافة او يبقى بالشكل الاقتصادي مش حقيقي بس استورده احسن هنا بنتكلم بقى على المعادن هل دايبان دلوقتي ولا نبدا نطلع عم. ونشتغل لا في دراسات معموله لا يمكن انك تستورد حاجه متصنعه ومعمول عليها قيمه مضافه هتبقى اغلى من اللي انت عندك موجود حتى لو التكنولوجيا مش موجوده عندي التكنولوجيا بتتجاب على طول التكنولوجيا ما هياش السر مش ما هياش المشكله المشكله عندنا ان احنا بنستسهل ان انا اصدر ماده خام بره م. وانا طبعا ضد التصدير ولكن ما اقدرش اقول انا ضد التصدير المواد الخام وانا مش جاهز عندي مش جاهز تصنع ال 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 الجهاز الصناعي يبقى موجود في مصر ان هو يقدر ياخذ هذه المواد ويصنعها لما تتكلم على 34 ماده منجميه مختلفه م. انت بتتكلم على قيم مضافه رهيبه احنا حضرتك بنستورد في حدود 50 مليار دولار في السنه مواد نصف مصنعه من معادن <applause> أنا أقدر أصنعها في مصر، عارف يعني 50 مليار يعني بتتكلم على أو سوري 40 مليار بتتكلم على 50%, من, 50 من ورداتي 50% من ورداتي اللي بالدولار صحيح. اللي عامله لي العجز <applause> بس طبعاً إحنا بنتكلم على صناعة مش في يوم وليلة هتطلع لازم يبقى في ثقة وفي ضمانات للمستثمر المصري أو الأجنبي اللي هيجي في البلد وهذه الضمانات ابتدت تتحقق دلوقتي بتعديل القوانين وبتعديل ترشيد الحاجات ولكن ما زال هناك جزء بيعطل عمليه التعديل في مصر البيروقراطيه و... انت حضرتك قلتها انا ما قلتهاش هي الدوله العميقه في الجهاز الاداري حقيقي الوزر... الوزراء متعاونين مع بعض وبتقابل اي وزير بيبقى يعني النيه صادقه في المساعده بتاع. ولكن الاجهزه الاداريه بتترجم لاي قانون خاصه تعتقد لا المحليات ما بقاش ليها دور دلوقتي مم. قوي زي زمان لان المحليات دلوقتي اتسحب منها المحاجر والملحات آه. وراحت لشركه اسمها الشركه المصريه هي اللي بتدير العمليه دي ولكن احنا عندنا في مصر حصل حاجه في الفتره الاخرانيه وده خطيره جدا مم. ان احنا بقينا في نظام الجبايه زياده عن اللزوم كميه رسوم بتتحط على اي عربيه بتتحرك شيله محطوطه كل حاجه بتصدر بتاعك تخلي التكلفه بتاعتك غالية, غاليه جدا طيب احنا مشكلتنا في التعدين ولا في التصنيع الوقتي؟ لا أنا هكلمك في التعدين في التعدين الب... أنا... البداية 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 التعدين أنا عندي حضرتك يعني حجم الاستثمار العالمي للبحث عن المواد التعدينية في العالم من 10 ل 25 مليار دولار في السنة بتصرف م. أنت فين من ال 25 مليار أو من ال 10 مليار م. دي بس فلوس على البحث بس على البحث عارف دي يعني إيه على البحث؟ م. يعني واحد ما يجي ياخد عقد بحث تصريح بحث زي شركات الاستكشاف بتاعة البترول بترول. والمعادن بس يعني بترول. يمكن حتى وزير البترول كان لسه عامل لقاء مع شركة بريطانية في المعادن وفكرة إنه هو إحنا دايماً بنعتمد على المستثمر ليه بنعتمد على المستثمر الأجنبي أو الشركات العملاقة عشان تعمل لنا موضوع البحث هل هم أكثر تكنولوجيا مننا؟ البترول ما من نقدرش نشبهه يعني آه. بالتعدين آه. البترول التكنولوجيا بتاعته بقت يعني عشان كلها في المياه العميقة بتبقى عاوزه شركات كبيرة ولكن في التعدين بتيجي شركات صغيره ومتوسطه الحجم تدور كويس لما بتلاقي بتبيع هذا هذا الكونسيشن لشركه كبيره تقدر تصرف تقدر تعدين بقى تبدا تحفر وتطلع آه. التعدين صعب مش زي البترول البترول م. حاجة بتدور على البترول الزيت خام او م. بتدور على الغاز الاثنين موجودين في خزان جوفي تحت م. الارض مجرد ول... اكتشفته خلاص اكتشفته بقى بتبتدي تنام الحقل م. تجهزه عشان تشفط منه البترول او تمام. الغاز ولكن في التعدين كل ماده معدنيه ليها خصائص ومواصفات كيميائيه وجيولوجيه مختلفه عن التانية ولما بتلاقي اي معدن حضرتك بتلاقيه داخل جوه صخر م. فانت بتكسر الصخره عشان الصخرة تطلع هذا المعدن عشان يعني. تطحنه وتطلع منه الحاجات الصغيره حسب كل ماده فالتكنولوجيا المستخدمه في كل معدن مختلفه عن التكنولوجيا اللي في البترول وبالتالي الاتفاقات البتروليه تختلف فيها عن التعدين يعني طيب خلينا كل... سالك على تكنولوجيات الاستكشاف في تكنولوجيات بنسميها الاستشعار عن بعد واحنا عندنا هيئه كبيره اسمها الاستشعار عن بعد في مصر هل التكنولوجيا دي شغاله فعلا ان انا اعرف عبر الاقمار الصناعيه ولا لازم فعلا ارجع ابدا احفر من اول لازم تحفر حضرتك لازم احفر من غير حفر انت ما لكن تحفر. حتى ولو بشكل تقريبي تقريبي ن... ممكن تقريبي ممكن ولكن ما هياش ده الدرجه احنا عندنا كنا في البترول نقول مهما كانت كل الدلالات موجوده ولكن الابحاث السيزميه وكل الكلام ده لازم في الاخر تحفر يا هتلاقي يا ما تلاقيش في البترول بيبقى اسهل تقدر المخزون مم. في التعدين م... صعب جدا. صعبة شويه لانها هو بنسميه امبيدت جوه الصخر آه. طيب احنا عندنا خامات كتيره منها الخامات الغاليه جدا زي اليورانيوم وزي الذهب وعندنا خامات تانية آه، ولكن غلوها في انها بتدخل في كل الصناعات زي الحديد وزي آه، الفوسفات زي ما حضرتك قلت لي والمنجنيز والحاجات زي كده آه، لما نيجي التقديرات عندكم اكيد تقديرات تقديرات بنقول عليها لبعض المخزونات اللي موجوده عندنا من بعض المعادن حضرتك بتقول لي عندنا 34 خام تمام التقديرات دي تضعنا في وسط الدول هل نقول احنا مركزنا في ايه في الدول اللي عندها ثروات تعدينيه انا لا يمكن حد يقدر يرد على سؤال حضرتك م. ده دلوقتي خالص خاصه ان احنا اخر حاسة عملت صح كانت ايام الروس في الستينات في الستينات. وبالتالي التكنولوجيا اتطورت في الخمسين 50 سنه اللي فاتت كويس انت حضرتك اللي عاوز تعمله انك لازم تسرع في اعطاء رخص بحث واستكشاف مم. ومعيار الاداء بتاعنا كمصر في هذا المجال هو عدد الرخص اللي هتديها كل سنه تمام النهارده احنا بنشوف في السعوديه عملت تغيير جامد جدا جدا في الثلاث سنين الاخرانيين بيدوا في السنه فوق ال 100 و رخصه للبحث والاستكشاف. انا بقى كذا سنه يعني ما فيش غير مزايدات الذهب اللي عملناها الاخرانيه م. ودي كانت مزايدات ناجحه جدا جدا واتلعب فيها دور جامد من وزاره البترول ووزير البترول في وقتها وسافر بره وقابل الناس وابتدى يدي ثقه للناس ولما شافوا القانون الجديد نزل واللائحه التنفيذيه وافقوا يجوا مصر وبعدين احنا دلوقتي الاتفاقيات بتاعتنا بتتفق مع الاتفاق اللي بيجري في العالم، احنا الاول كنا بنطبق اتفاقيات البترول على الذهب وبالتالي ما حدش يجي، الذهب مسته ان بتيجي فيه شركات كبيره جدا 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 م. وشركات متسجله في البورصه، لما الشركات الذهب الكبيره دي تخش بلد بتدي جرين لايت لاي واحد بيشتغل في مجال التعدين في المواد الاخرى انه يدخل انه يخش في, في البلد دي، احنا اللي قلنا جايين بأكبر ثلاث شركات في العالم والحمد لله جميع الاختلافات اللي موجودة اتحلت بحقيقة بتدخل شخصي من وزير البترول وبالتالي النهاردة مصر على الطريق ولكن الموضوع ده بياخد سنين عشان تقف وتاخد السمعة الطيبة والأمان من ان انا ما اخش ما يجيش بتاع الضرايب يعاكسني، ما يجيش بتاع الجمارك يعاكسني، العماله مش نقابات عماليه، احنا مصر مؤهله تكون دولة تعدينية كبرى إحنا عندنا يعني ربنا إدانا هبات كتيرة جدا إحنا أرض منبسطة زي أفريقيا زي أفريقيا كويس. الجبال الجيولوجيا بتاعتنا معروفة م. كويس اه عندنا طرق عندنا اه عندنا مواني وعندنا بحر وعندنا كل حاجة عندنا طيب. كل هنا حاجة. سؤال بقى جذب الاستثمارات الأجنبية دايما بنتكلم فيه وأنا بقول دايما إن فكرة الاستثمارات الأجنبية مفيش مستثمر أجنبي هيجي إلا لما يكون فيه مستثمر مصري شغال وشغال كويس كمان مم. تمام ازاي نعتمد ويكون عندنا شركات صغيره ومتوسطه زي ما حضرتك بتقول تبدا في الاستكشاف قبل التعدين عشان نشجع الاستثمارات الاجنبيه تدخل معانا في هذا المجال هو حضرتك في شركات مصريه كويسه جدا جدا مم. هذه الشركات توقفت سنه 2011 خلاص وحصل نوع من العطب للناس مم. لان العمليه وقفت خلاص تمام الملف ده ابتدى يتحرك تقريبا من 2018 في في مصر كل الامكانيات انك تبقى عندك كل خدمات التعدين المطلوبه لرجل التعدين اللي جاي من بره حلو ولكن ابتدي انت الشغل تعالى حلو. والشركات دي هتصل نخليهم يبتدوا الشغل ازاي ما انت اللي هو مش راضي يجي ليه قوانينك كان خايف منها أسلوب التعامل معاك كان خايف طريق الاتفاق معاك كان صعب البيروقراطيه اللي عندك وجعاه محدش هيقدر يشتغل الناس دي الا مصريين م. لان المصري ابن البلد عارف يعرف يتعامل آه. ازاي في البلد دي في شركات في كل مجال الخدماء. الخدمات الخدمات المتنوعه النوعيه للتعدين موجوده في مصر والخدمات دي كلهم راحوا فين راحوا افريقيا وراحوا السعوديه وراحوا الامارات حاول ترجعهم تاني حاول ترجعهم تاني وده اللي حصل لمصر م. في البترول وكل هذا الخبراء راحوا ورجعوا وتوالوا مناصب كبيره في قطاع البترول الحكومي الرئيسي. طيب لما اجي اتكلم على القطاع الخاص دور القطاع الخاص هنا في هذه الشركات والخدمات وفكره التعدين نفسها، احنا برضو لسه ما اتكلمناش عن التصنيع لان حضرتك متخصص في فكره التعدين نفسها، التصنيع ده طبعا اعتقد هيبقى زي ما حضرتك قلت اسهل، بس خليني ابدا في التعدين، ازاي القطاع الخاص دور القطاع الخاص هنا تقريبا نقدر نقول عليه قد ايه؟ كم في الميه؟ ونزوده ازاي؟ هو اصلا يعني ما اقدرش اقول لك في تعدين في مصر عشان اقول لك قطاع خاص وقطاع ما فيش حاليا ما فيش هو الحاجه يعني معلش دي حاجه يمكن قد تضايق بعض الناس ان احنا كنا طالبين ان صناعه التعدين تبقى الصناعه ال 80 اللي هي ما تخشش فيها شركات حكوميه م. لان الشركات الحكوميه لما بتخش بتعمل ايه؟ بتاخدها على طول دايركتلي ولا بيعرفوا يعملوا فيها حاجة وبيبقى ويست فيها مم. ولكن دور الحكومة هي جهاز منظم ريجولاتري من زي زي جهاز الكهرباء وجهاز الصلاة وجهاز الغاز الطبيعي مم. وبالتالي الصح ان التعدين ما يخشش فيه الحكومة تعمله بنفسها وما فيش دولة في العالم الدولة, الدولة نفسها بتعمل بالتعدين نفسها الا الا اذا كان في احتياطيات موجودة مضمونة 100% مم. اخش كدولة فيها بشركة من الشركات المصرية مش بشريك اجنبي فيها تمام طيب تكنولوجيا ومجال التكنولوجيا اعتقد وزاره البترول بتستعد حاليا لاطلاق ما يسمى بوابه التعدين تمام. فيها كافه البيانات الجيولوجيه دي هتفيد ايه المستثمرين وهتفيد المستثمر الاجنبي تفيد الحكومه المصريه في ايه بص حضرتك انا عندي دراسات فنيه واقتصاديه وتفصيليه للمعادن والمواد المحجريه باحداثياتها الجغرافيه لكل منطقه من مناطق في مصر الصحراء الشرقيه الصحراء الغربيه قناه السويس وسيناء وجود دراسات جدوى فنيه واقتصاديه لعمليات القيمه المضافه لبعض الخامات التعدينية القيمه المضافه هنا اللي بضيفها مش التصنيع الكامل <applause> اللي هو تجهيز الماده تجهيز المادة المبنى الماده الخام عندي احد يعني احد القوى عندي <applause> انا عندي خرائط موجوده مصر بلد قديمه بلد فيها <applause> كل حاجه خلاص ودي اللي بيعملوها دلوقتي اللي هي الديجيتال عندك خرائط جيولوجيه مصر خرائط تركيبي الجيولوجيا، الموارد المائيه والالوان، خرائط صرف المياه المحميات الطبيعيه، المناطق الزراعيه، الخريطه الميتولوجينية للمعادن الفلزية ده اللي كله هنلاقيه في اي كل ده بقى ليرز على بعض. على, بعض. على بعض. آه. اه فيبقى فطل... عندي خريطه شامله و شامله وبعدين محدش بيجي يخش يقدم يطلب وياخد ورق وبتاع كله بيبقى بقى الكتروني بيبقى نعم. إلكتروني. دكتور تامر ابو بكر رئيس غرفه البترول والتعدين عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه شكرا بشكرك جزيلا على وجودك معانا النهارده. الله يخليك شكرا شكرا ليك. شاهدين الكرام الشكر موصول لحضراتكم متابعتنا ملف جديد في أوراق اقتصادية نشكركم دائما على حسن المتابعة دمتم في أمان الله إلى اللقاء